أنا مش عاوز أستخدم المصطلح التجاري، ولكن الشعرية سريعة التحضير. إحنا كلنا بنستخدم إيه؟ بنستخدم مصطلح تجاري كده. مش هستخدم مصطلح تجاري عشان دي ماركة، فأنا مش عايز أضرب الماركة يعني. لكن الشعرية صراحة سريعة التحضير، أنا مش عارف هي دخلت لنا إزاي يعني، بس هي دخلت وخلاص. يمكن عندي تصور هي إزاي جت لنا مصر. كناش بنستخدم فيها أنواع بقى كتير بقى، والله ده مش عارف في شعرية الكوري، لأ ده في الياباني، لأ ده في الصيني، لأ ده في الماليزي. بما إني راجل محب للأكل أقدر أقول لك إنه كل منطقة جنوب شرق آسيا عندهم، كل بلد فيهم عندهم 4 5 طرق على الأقل في الشعرية سريعة التحضير والشوربة بتاعتها والطعم بتاعها، ومعمولة يا ترى من الرز ولا معمولة من القمح، ومضاف عليها ايه، ودي منزوعة الجلوتين ودي مش منزوعة الجلوتين، ودي شفافة ودي مش شفافة الى اخره. والنكهات طبعا المختلفة. الاكل الكوري اكل حلو لأبعد الحدود. انا عمري ما سافرت كوريا، انا اكلت الاكل الكوري برا مصر بالتأكيد، والحقيقة برا كوريا الى ان يسعدني الحظ أجرب الأكل الكوري اللي بتفرج عليه بقى في التلفزيون جوه كوريا. حدوتة، وبالذات الكيمشي الكوري الأصلي، كرومب كده بيتخلل بطريقة معينة عندهم، حاجة إيه حدوتة بقى. المهم، حصل في الفترة الأخيرة ضجة ما بعدها ضجة على السوشيال ميديا بعد ما تسببت شعرية سريعة التحضير على الطريقة الكورية في وفاة شاب. خلونا بس نبقى متأكدين من حاجة، الأكل الكوري مش وحش، الأكل الكوري مش بيتسبب في مشاكل خالص، بل بالعكس يعني. عايز أقول لك أنه أكل صحي جدا جدا، ومليان خمائر مفيدة للجسم، وحاجة عظمة يعني. لكن بيبقى السؤال، أنا جايبه منين؟ ويا ترى هو صلاحيته كويسة ولا منتهى الصلاحية؟ طب متحضر ازاي؟ طب الشركة اللي بتبيعه دي يا ترى هي شركة سليمة ولا مش سليمة؟ طب الشركة دي تحت السلم يعني وبيدعوا ان هم شركة كوري؟ طب الشركة اللي مستورداه يا ترى هم ضاربين الاكسبايري ديت بتاعه ولا لا؟ طيب انا لما اجي اكل اكل، وبالمناسبة جهازك الهضمي بيتعود على حاجة، لما تيجي تديله أكلة تانية هو مش متعود عليها بالضرورة هيحصل لخبطة. يعني لو انت مش متعود على الاكل الهندي وانت ايه بقى هتاكله في قلب الهند في احلى مطعم طازه بطازه، هتتعب، انت لسه مش متعود عليه. الا انه ايه المفيد وايه اللي مش مفيد، واستخدمه ازاي وايه اللي ما استخدموش خالص، ما يفيدنا في ذلك اهل العلم في هذه الحاله، الدكتور محمد منيسي استاذ الجهاز الهضمي والكبد بكليه طب القصر العيني. اهلا بيك يا دكتور محمد. يا اهلا، اهلا وسهلا. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ ربنا يخليك يا استاذ يوسف. يا رب يخلي حضرتك يا فندم. دكتور محمد، الناس بتتكلم على شاب كل شعرية سريعة التحضير على الطريقة الكورية كيفما نسب في الخبر أو كيفما ذكر في الخبر، فأدت إلى وفاته. أنا أول سؤال هسأله، وإيه اللي ممكن يؤدي للوفاة لما أكل شوية شعرية بشوربة وعليها شوية توابل؟ صعب ان انا اقول ان الشعريه قد تسبب الوفاه لاي حد في الدنيا. الشعريه دي احد مشتقات القمح، سواء معموله من قمح، معموله من حبوب اخرى مخلوطه معاه، فده مستحيل يعمل لنا ادنى مشكله باي نوع. لكن في حاجه اسمها تسمم غذائي، احنا ممكن يجي لنا تسمم غذائي من لبن، ممكن يجي لنا تسمم غذائي من شوربه، ممكن يجي لنا تسمم غذائي من الرز نفسه، الرز اللي عيد طهيه ممكن يعمل لنا نوع من البكتيريا اسمها باسيلا سيريلس. البيض لو في بيض ممكن يجي لنا منه سالمونيلا. طبعا بعض انواع من اللحوم لو تم حفظها بطريقه غير مظبوطه، زي عندنا في مصر الفسيخ، هيجي لنا كولستريديوم تيتاناي اللي هي بتعمل لنا التيتانوس اللي احنا بنعمل منها البوتوكس. الفراخ لو مش تمت الطهي بعض انواع اللحوم لما بنجففها وتتعمل بطرق مختلفه في اماكن كثيره من العالم. احنا شبهنا اللي عندنا الفسيخ، يعني لو تم تفسيخه بشكل مش مظبوط هيحصل لنا نوع من البكتيريا اسمها كوليستريديوم بوتيوليزم. الكوليستريديوم بوتيوليزم دي اللي بنعمل منها البوتوكس، يعني احنا شرها قاتل، لكن ممكن تستخدم في العلم للبوتوكس على سبيل المثال. فاحنا عندنا نزلات معويه، ممكن النزلات المعويه تؤدي الى جفاف وفشل كلوي، فاحنا عندنا اسباب كثيره للموت بالطعام، وده على مستوى العالم منذ فجر التاريخ. عشان كده ابتدى يتكلموا زمان طريقه الحفظ بالتمليح، ثم لما ظهرت الثلاجات ما بقيناش نسمع هذا الكلام. يعني في لبن بره الثلاجه
لمده 6 ساعات ممكن يعمل لنا نوع من التسمم بالبكتيريا الستاف اوريوس قد تكون قاتله لبعض الناس. اوبا. طيب التسمم الغذائي كتير جدا وانواعه كتير، وبعدين في الاصابات مش بس الاصابات بالتسمم الغذائي، يعني في اصابات بقى مش بتؤدي الى بالتوكسايد، لكن عندنا مثلا اصابه بفيروسات غذائيه زي فيروس الف الكبدي وده هيقعد معانا شهر، الاصابه البكتيريه ممكن يجي لنا من لحمه بروسيلا، وممكن يجي لنا تيفود من البيض واللحمه. طيب ساعات يا دكتور انه كنت اقرا كتير على الموضوع ده انه انواع الشعريه سريعه التحضير على الطرق الاسيويه المختلفه بيبقى فيها نسب املاح عاليه جدا، ممكن تتسبب في مشاكل في الكلى، تتسبب في مشاكل في الدم الى اخره، هل ده صح ولا الاجابه لا؟ لان هي معموله من خلوط يعني مخلوطات من الحبوب، كان اشهر شركه هي الاندونيسي اللي احنا اللي تسمى على اسمها احد الحاجات الشهيره حاليا. هذه الاكلات موجوده كما نعلم في استراليا ونيوزيلند، وموجوده في ماليزيا، وموجوده في كندا، موجوده في امريكا، موجوده في انجلترا، وبتبيع بارقام مرعبه عالميا بالبليونز يوميا يعني كعدد وجبات. وابتدى هذا الأكل ينتشر من السبعينات، يعني أول حاجة ظهرت يعني كأكل عالمية أو انتشار عالمي مع تأسيس الشركات اللي من هذا النوع أو الشركة المزعومة اللي احنا بنقصدها بالاسم اللي هي تم تأسيسها سنة 72 وابتدت تعمل لنا أكلات بنكهات مختلفة وحاجات بالشوربة وحاجات مش بالشوربة. أيوة. لكن لما نيجي نتكلم على الحبوب بشكل عام، هل الحبوب الدقيقة على سبيل المثال مفيد أم لا؟ هي إحنا لما بناكل الدقيق أو حبة الدقيق يعني حاجات في جنين القمح والقشرة الخارجية اللي فيها البران اللي فيها الردة والقشرة الإندو آخر حاجة فيه اللي إحنا دايما بناكله، بس إحنا لما بنشيل القمح بناكل بناكله من غير جناحين القمح وبناكله من غير الرده. بناكل اللبن احنا بناكل نفسه. احنا بناكل السكر اللي فيه. اه. ناكله على بعضه يعني ناكل الحبه الكامله، ده لقوه من الحاجات اللي بتقلل الموت المفاجئ، احنا نعلم ان في اسباب للموت المفاجئ كثيره ليها علاقه بالقلب، ليها علاقه بالجلطات، ليها علاقه بالمخ، ليها علاقه بمعامل الاكسده العام داخل الجسد، لكن لقوا ان الحبوب الكامله بتقلل هذا الامر. أفيد وبيبقى المكون الغذائي اللي فيها أعلى وبيبقى فيها فيتامينات أكتر إلى آخره يعني. أنا بشكرك جدا يا دكتور محمد كل الشكر، دكتور محمد منيسي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب القصر العيني، طبعا عضو الكلية الملكية لأمراض الباطنة في لندن.